الجلسة العامة هذه نعتبرها لا أخلاقية ولا سياسيا مقبولة ولا قانونيا مقبولة، لا قانونية ولا أخلاقية ولا سياسية. واحد. اثنين، جينا باش نبينوا اللي هذه كلها تدخل في إطار مناورات لضرب وشق الوحدة متاعنا، وبينا اللي راهم نواب الشعب هما اللي هنا في الشموس وفي الواحد مش الآخرين. ثم أعلننا على أكدنا على ضرورة التواجد اليوم في ساحة باردو لإحياء دبار ذكرى شكري بالعيد، ولكن للمرور إلى أشكال نضالية أرقى للإطاحة بالحكومة هذه وحل المجلس السياسي. أهم النقاط هي توضيح موقف النواب المنصحبين، توضيح المطالب اللي يندافعوا عليها، ودعوة إلى كل التونسيين للنزول اليوم إلى الشارع، لأنه يوم تاريخي، يوم يكتب فيه تاريخ تونس الجديد. هذاك علاش احنا حابين نعملوا هالندوه الصحفيه هذه من اجل توضيح كل هذه المسائل. نحن متمسكون بمطالبنا الشرعيه باستقاله الحكومه كحد ادنى للخروج من هذه الازمه، ان اردنا الخروج من هذه الازمه، ولكن مع الاسف هناك اذان صماء من طرف الاغلبيه الحاكمه التي لا تريد الاستماع. هذه الجلسه العامه على حد رايي هي من الناحيه الاخلاقيه غير مقبوله، باعتبار انه جزء كبير من النواب منسحبون من القاعة، وبالتالي كان على السيد رئيس المجلس أنه يأخذ بعين الاعتبار هذا، خاصة وأنه عائلة الشهيد محمد إبراهيمي طلبت بصفة رسمية عدم تأبينه من طرف الأغلبية الحاكمة داخل هذا المجلس.